قتيل على الأقل في حريق استهدف مصنع بلوستر سيليكون للمنتجات الكيميائية في سان فون بالضاحية القريبة من مدينة ليون في جنوب شرق فرنسا. الحريق الذي استمر لساعات شارك في إخماده ما يزيد عن 100 رجل إطفاء، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة للدخان في منطقة ليون ولم ترد أنباء عن احتمالية حدوث تلوث بسبب هذا الحريق. محافظة مدينة ليون أكدت أنها أطلقت خطة تدخل ضمت حوالي 40 سيارة وآلية إطفاء، ولم ترد معلومات عن عدد الموظفين الذين كانوا متواجدين في الموقع عند اندلاع الحريق.